طب اختيار انخيل كان ازاي يعني؟ انتوا شفتوه ازاي كجهاز يعني؟ هو ليه اخترتوه؟ اسباب اختياره كانت ايه؟ هو طبعا لاعب يعني، يعني لاعب جاي جدا. المفاوضات جت ازاي؟ اختياره جه ازاي؟ لا، هي كانت المفاوضات جاريه من قبل بطوله افريقيا، واحنا كنا مختارين المركز ده لان احنا عندنا محسن، الاثنين او اللاعب اللي بعد محسن هو لاعب ناشئ لسه طالع من 2000، وفي مهاب سعيد وهو ادى كويس جدا. لا ده لاشين، مهاب 18 مهاب سنه. 18 فيعني احنا الحمد لله لاشين. يعني رغم ان احنا نزلنا بالعمر السنه اللي فاتت، احنا الفريق الوحيد اللي متصعد منه ثلاثه من عندهم 20 سنه واعدين من جيل المنتخب اللي خد بطوله العالم. لا، النادي الاهلي فيه اكبر عدد ناشئين في الدرجه الاولى. طب ودي حاجه يمكن اخرج بس بره السؤال حضرتك، مفيش فرقه بتتبني بتغيير كبير وتقدر تحقق نتائج، يعني تحقق البطولات يعني. بس احنا نجحنا في بطولتين وده الحمد لله، ده انجاز يعني. يمكن يعني جمهور الاهلي كلنا متعود والنادي الاهلي متعودين على البطولات. صحيح. بتغير بقى جيل، بتعمل ناشئين، ده حاجات دي تخصك. النادي الاهلي ما يعرفش غير البطوله، وطبعا جبت البطوله طبعا. وده جمال النادي الاهلي، ده من ابدا البطولات. وعظمه النادي الاهلي على جميع الالعاب يعني، بما فيهم كره القدم. انت السنه اللي فاتت مكسر، واخد بطولتين افريقيا، خسرت الدوري. لا، الدنيا كلها كانت تحس انك انت مثلا ما جبتش بطوله بقالك 4 سنين. جمهور النادي الاهلي بالنسبه له المكسب هو الاساس. بالظبط. وعشان كده اكيد حضرتك متقبل يعني، اكيد حضرتك بتقرا وبتشوف الهجوم ساعات بيحصل، الناس بتبقى زعلانه. اكيد. فاكيد حضرتك بتتقبلوا ده، واكيد مقدرين زعل الجمهور. اكيد اكيد. دي عظمه النادي الاهلي، وهو ده النادي الاهلي. ان اللاعب لما يعني هو يقول لك في النادي الاهلي تقيله، تلاقي اللاعب مكسر الدنيا في اي نادي، يجي صحيح. في النادي الاهلي تحصل له طبعا السيستم هنج عنده طبعا. التيشيرت تقيل، ينزل تحقيق السوفت وير اللي عنده على التيشيرت مش بتقول للنادي الاهلي، بياخد وقت عقبال ما بيتاقلم ويروح نادي تاني يعني. بعد فتره ممكن يروح نادي تاني ويثبت نفسه، ولاعيبه تقيله تلاقيه بقى خرج من النادي الاهلي وبقى هداف الدوري في الكوره مثلا. يعني في ايه؟ طب ما انت رجعت. تقيله مسؤوليه تقيله، والجمهور عايز اللعيب يقدم من اول دور. انت جايب لعيب من النادي الاهلي، خلاص اللعيب ده انا اخترته، يبقى عارف ان هو جاي عنده صحيح. مسؤوليه. انما يمكن احنا العذر ان الولاد صغيرين. فزي ما بقول لحضرتك، احنا كان موضوع انخل ان احنا تبعتوه ازاي؟ مين اللي رشحه؟ طبعا احنا مرشحناه في المركز ده، لان ده المركز الوحيد اللي عندنا فيه محسن. محسن لعيب تقيل، بس طبعا يعني ما فيش لاعب بيشيل 60 دقيقه في بطولات تقيله زي كده. وجاينا في بدايه السيزون، في جزء من الفرقه لسه جاي برضه من الاولمبياد، فبدانا نتكلم. ويمكن هو تاخيره كان بسبب ان هو انتقل من نادي الدحيل القطري الى نادي الكويت الكويتي، فده اخر وصوله معانا شويه. ويمكن احنا كنا صرفنا نظر خلاص انه هيجي، وهنعتمد على محسن ومهاب ولاشين ان هم يبقوا ليهم الدور مع مكمل مع محسن. انما جت اصابه محسن خلتنا لا، ان احنا نسرع، لازم يجي. ما عندكش باك رايت تلعب بيه البطوله، ما عندكش غير وينج يعني. انت عندك وينج واحد فقط في الوينج رايت. في الباك رايت ما عندكش غير لعيب 18 سنه ولعيب 20 سنه. انت محتاج وفجاه تحطهم في ماتش سوبر مؤهل كاس عالم في مصر والزمالك. فطبعا الحمد لله قدرنا ان احنا نيجي. مشكله البطاقه الدوليه بتاعته اتحلت، اتسجل تاني في الكويت وكده. بس هو برضو يمكن احنا هو الولد يعني معذور طبعا. هو لعيب تقيل ولعب الماتش بخبراته، احرز 6 اهداف. انما هو لو كان معانا من بدري شويه واتمرن، ان هم برضو في الكويت ودول الخليج ما ابتدوش الدوري برضو، فما لعبوش مباريات دوليه. طب المفاوضات كانت معاه ولا مع النادي الكويتي الكويتي؟ ولا مع الاثنين؟ معاه ومع النادي طبعا. والنادي برضو انت عارف حضرتك يعني، النادي الكويتي الكويتي لسه شاريهم من نادي الدحيل، فبرضو كان عندهم قلق. احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا عرفت ده هيلعب في بطولة العالم مع فرقة رايحة الواحد السعودي، لسه متعاقدين معاهم. البطولات الدولية دايما بتساعد انك انت تاخد لعيب او انا قصدي اقول ان تجربته مع النادي الاهلي الناس قيمتها انها تجربة ناجحة، عشان كده الفرقة بدأت طبعًا. احنا كنا موفقين في